اشوف مثلا على سبيل المثال خلال كام سنه اللي فاتوا ان احنا في عندنا تركيز شديد من قبل الدوله بكامل مؤسساتها واجهزتها على التاكيد على حضارتك وتراثك وعلى هويتك المصريه الاصليه الحقيقيه والتاكيد على ده. يعني حتى تلاحظ ده فين مثلا؟ تلاحظ ده لما بنشوف مناطق كانت عشوائيه وبعد كده تتم ازاله هذه المنشآت العشوائية ونبني من أول وجديد عمارات وبيوت ومحلات، فاحنا بنحافظ طول الوقت على ما يطلق عليه هوية بصرية والشكل بتاع الطراز المعماري، الشكل التراثي اللي يليق عليك، ده نمرة واحد على حضارتك، التلاتة أو نمرة، خلينا نمرة تلاتة على المكان اللي فيه. زي ما دايما كده أضرب المثل، زمان تل العقارب ما بقتش تل العقارب، بقت روضة السيدة زينب. فروضة السيدة زينب اتعملت بطراز يليق على المكان وحلاوته وطعمته وجماله. لما نيجي مثلا نقول يلا بينا في وقت من الأوقات نعمل مطار، طبعا انتوا أكيد سمعتوا القصة بتاعت شاذلي، بتاعت محمد الشاذلي، مهندس المعماري محمد الشاذلي. انتوا سمعتوا القصة وشفت الشكل بتاع التصميم اللي عمله شاذلي وهو عامله على شكل زهرة اللوتس، وانا قعدت دققت الحقيقة في التصميم باعتباري مجرد هاوي، يعني انا هاوي جدا للطرز المعمارية، وتلاقيني اقف كده قدام عمارات والناس ساعات كده تعتقد ساعات ان انا مختل كده، تلاقيني ماشي في الشارع واقف متنح قدام عمارة كده مساهم، وانا مش مساهم ولا حاجة، انا قاعد عمال بتأمل كل تفاصيلها والموتيفات اللي فيها، وساعات اتحسر لما الاقي العمارة مثلا مهملة ولا حاجة زي كده، اتغاظ قوي قوي يعني. فقعدت اتفرج على التصميمات اللي عملها شاذلي، تحفة، حلوة، جميلة، بديعة، رائعة. وبعدين عاملها على شكل زهرة اللوتس، فالزهرة اللي هي جزء لا يتجزأ من ثقافتك وحضارتك المصرية القديمة. شايف الشكل عامل ازاي؟ تخيل كده في يوم من الأيام لما يبقى في عندك مطار بهذا الشكل الجميل الرائع، واللي هو كله تنويعات على زهرة اللوتس، وجايب حتى كان شكل الطيارات بقى مفترض وهي داخلة علشان تبدأ بقى تنزل الركاب أو تستقبل، شايف الشكل ده؟ يعني الشكل حلو وذكي. وبعدين لما تيجي تشوف كده شاذلي، طب انت عملت التصميم ده ليه؟ اخترت زهرة اللوتس؟ طب ايه اللي خليك؟ طب هو في حد قالك تعمل حاجة زي كده؟ تصمم مطار، تعمل مش عارف ايه؟ مفيش، مفيش. كل القصة انه لما تيجي تقعد تسمع تصريحات هذا المهندس المعماري الشاب والنابه، تلاقي إشارات لشخص يفرح، يفرح، عنده أمل، عنده طموح، عنده حلم، عنده تصور، عنده أفكار، عنده روح المبادرة، المهندس المعماري النابه المبدع محمد الشاذلي. إزيك يا باشمهندس؟ ألو؟ ألو؟ هو مش سامعني؟ ولا الخط مش على كل، هنعود الاتصال مرة تانية برضو بشاذلي، واعذرني يا شاذلي ان انا بقول شاذلي، يعني احنا اعتدنا دايما ننادي باللقب الاخير، وبعدين انا عجزت برضو يا شاذلي، انا يمكن في بينا يجي 24 سنة. فهرجع لك على ايه؟ شاذلي قال لك يا جماعة انا شايف انه احنا عندنا ضغط كبير جدا على مطار القاهرة وعلى مطار برج العرب، فقلت احنا محتاجين، ده تصوراته هو، لا مفيش حد مثلا قال له اعمل، هو تصور، عشان دي روح المبادره، وهي دي اللي تقدر تسميها كده، يقول لك ايه، روح الشباب، مبادر ومتطلع. فقال لك انا فكرت في ان احنا نعمل موقع لمطار جديد، ويبقى اسمه مطار شمال الدلتا، ونعمله في منتصف الدلتا علشان يبقى بيعدي على الطريق الدولي الساحلي ويربط ما بين الشرق والغرب، ويبقى ده جزء من بوابات مصر الشمالية اللي بتؤدي إلى مطارات أوروبا المختلفة. تصورات. تعال نكلم مع تاني شاذلي معانا. ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ بص بقى باشمهندس، عايزك تعلي صوتك قدر الامكان، وزمايلي هيعلوا لي السماعات اللي في الاستوديو جدا قوي خالص، فنسمع بعض بقى بوضوح. الاول انا مش عارف اقول لك ايه على التصميم البديع. ربنا يخليك يا رب والله.
حقيقي حلو حلو. قول لي بقى، انت هندسة ولا فنون جميلة؟ لا هندسة هندسة ايه؟ كفر الشيخ كفر الشيخ. احسن عمارة، ناس يا عم قسم شاذلي، عمارة. احسن ربنا ناس يا عم يخليك يا شاذلي. رب والله، هتبعت لنا الاول فسيخ قبل ما نكمل الكلام. تحت أمرك يا نهار الامر أبيض. لله حبيبي يا شاذلي. شاذلي احكي لي ربنا حدوتة يخليك. تصميمك لهذا المطار. والله هو البداية هو توفيق من عند ربنا الحمد لله. الحمد البداية لله. كانت إن يعني هو كان سؤال في البداية إن هو إزاي الدلتا كلها ما فيهاش مطار لحد دلوقتي؟ طب هل الدلتا فعلا محتاجة مطار ولا هيبقى حاجة يعني ملهاش لازمة؟ وبدأت إن أنا أشوفه يعني أعمل مجموعة يعني سيرش سريع كده، لقيت إن معظم سكان الدلتا بيسافروا للمطار عشان يسافروا، يعني أنا مثلا من طنطا فبروح أسافر القاهرة عشان أبدأ باخد طيارة وأسافر بره، دي أول بوينت. تاني بوينت موضوع السفر الداخلي برضو يعني إيه هتشجع معانا السفر الداخلي. تالت بوينت موضوع الاقتصاد المحلي أو الصناعات اللي في داخل محافظات الدلتا، يعني كل محافظة في الدلتا بتشتهر بحاجة معينة. يعني مثلا كفر الشيخ عندنا في بركة غليون طبعا الثروة السمكية، طبعا أكبر ثروة سمكية في مصر أو في الشرق الأوسط عموما، فدي يعني هيسهل موضوع التجارة من خلال التجارة الجوية، ما يبقاش يعني ايه الموضوع صعب برضه. رابع حاجة برضه ان الموقع بتاعي قريب جدا من بحيرة البرولس اللي هي متصنفة حاليا ان هي محمية طبيعية، فبكده برضه بكون بشجع السياحة البيئية. رابع حاجة برضو الموقع على الطريق الدولي الساحلي وهيمر عليه ال LRT ان شاء الله، موجود إن في شاء الله. المخطط الاستراتيجي اللي هيبقى رابط بين ابو قير وبورسعيد. وانه يكون برضو لاند مارك للبلد، يعني دلوقتي المطارات التوجه تصميم المطارات في العالم دلوقتي ما بقاش ان مجرد نعمل مطار صح وظيفي اللي هو الناس تسافر بيه، لا ده هو بيبقى لاند مارك البلد من حيث الديزاين نفسه، واجهه البلد، الناس اللي جايين من بره يبقى شايف ده كباك جراوند اوليه عن المكان اللي هو جاي. انا جاي صح مصر، 100%. فاحنا يعني احنا مطار القاهره عظيم طبعا وكل حاجه، بس ما فيش الفورم اللي هو نقدر نعتبره كلاند مارك. وفي نفس الوقت برضو المطار ده هيخفف الضغط على مطار القاهرة وبرج العرب، لأن يعني كل الدلتا أو مثلا مصر كلها بتعتمد على المطارين دول بشكل أساسي. خد بالك احنا عندنا اكتر من مطار، يعني احنا عندنا برج موجود العرب، طبعا عندنا طبعا القاهره، عندنا القطاميه، عندنا مطار غرب القاهره اللي هو والحضارات سفينكس. الحديثة برضو مطار العاصمة الإدارية الله ينور عليك. فكل اكيد كل الكلام ده موجود، لكن الاساسي مطار القاهره وبرج العرب. فلازم يعني ايه او مش لا هو اساسي ان يكون في مطار في الدلتا يعني يخدم الناس الموجودين في الدلتا على الاقل، مش هنقول كل الجمهوريه. طيب حلو. هنا بقى هرجع على التصميم، انت لما جيت عملت زهره لوتس عملته ليه على شكل زهره اللوتس بالتحديد؟ والحاجة التانية، هل وانت بتعمل التصميم بتاعك يا شاذلي راعيت الأبعاد الوظيفية للمطار؟ أيوه طبعا. التصميم الأول زهرة البودس يعني الحضارة المصرية القديمة، وبتدل على يعني المصريين القدماء كانوا شايفين إن هي يعني شكل بتعبر عن الحياة طبعا والتجديد، وإن هي يعني حتى كانوا بيقولوا عليها تقريبا إن هي إله الشمس أو حاجة زي كده، لأن الشمس بتطلع كل يوم فإشراقة جديدة والقصة دي كلها. الجانب الوظيفي أنا كان عندي ثلاث حاجات أساسية شغال عليها. السايت لما زرته لقيت إن هو فيه نخل أو مشهور بقصة النخل، يعني موجود فيه نخل والأهالي المنطقة شغالين في النخل والحاجات دي. حلو. والجانب الوظيفي زي ما بقول لحضرتك كده ان انا عندي نمط من انماط تصميم المطارات اللي هو يعني هنقول عليه بالعربي كده مطارات ذات الاصابع. انا عندي كذا نمط لتصميم المطارات، في اللي هو الستريت وفي الساتلايت وفي السيركل وفي يعني في كذا كذا نمط، فده نمط من انماط تصميم المطارات اللي هو بيبقى شبه فكره الاصابع دي. فكانت دي يعني الثلاث افكار مع بعض، النخل اللي موجود في الموقع ان انا ادابت معاه يعني ما اطلعش بره السياق او اعمل حاجه تبقى شاذه وسط برافو. السايت.
وفي نفس الوقت تبقى برضو من التاريخ فكرة زهرة اللوتس. طبعا. والجانب الوظيفي من خلال النمط اللي أنا خدته من أسس تصميم المطارات، يعني ده حاجة عالمية في كتب تصميم المطارات، دي مش بتاعتي. فأنت عملت التصميم متكامل معماريا من حيث الشكل والتصميم والطراز ومن حيث الجانب الوظيفي بتاع المطار. بالظبط كده، ان هو يبقى يعني ايه لامم كل حاجه، وما يبقاش برضو يعني كانت اهم حاجه ان كنت بسعى ان هو ما يبقاش خارج السياق العام للبلد وللسايت اللي هو موجود فيه. برافو عليك، برافو عليك. طب ولما بدات تنشر بقى شكل التصميمات دي لقيت رد الفعل عامل ازاي؟ هو في البدايه يعني كان في رد فعل ان هو الناس فاكرين ان ده مشروع الدوله مكلفاني بيه اللي هو انا اعمله. انا طبعا ده شيء شرفني طبعا، بس ده مشروع تخرج، يعني الناس كانوا منتظرين بقى التفاصيل اللي هو طب ده لا ده دي ممكن ما تتنفذش يا جماعه، ده تصميم مبدئي، دي حاجه اسمها احنا بنقول عليها رسومات تصميميه، في بعد كده كذا مرحله كتير. يعني مشروع المطار ده بيشتغل عليه اكتر من 500 مهندس. طبعا انا طالب لسه في اخر سنه، لسه ماشي المشروع من كام يوم، فهم مش مستوعبين كده، بس لما بداوا الناس يعرفوا ان ده مشروع تخرج قالوا اه لا ده فعلا نقدر نعدل عليه، يعني مش هنبدا من الصفر. يعني يعني بدا نفس الناس اللي كانوا مش فاهمين القصه دي قوي قال لك لا ده دي نقطه كويسه ان احنا مش هنبدا من الصفر، لا احنا فعلا ناخد التصميم ده ونطور عليه ونوصل لحاجه كويسه اللي هو مع الهيئات المختصه بقى. بعد يعني كده بدأت الناس تثني وتعلق بثناء وتعلق بإيجابية شديدة على التصميمات وعلى طريقة تفكيرك وما إلى ذلك. كنت متوقع إنه الموضوع ينتشر للدرجة دي؟ لا بصراحة لا، هو أنا كنت متوقع إن فكرة مطار الدلتا يعني هتشد الانتباه، بس ما توقعتش إن هي هتشد الانتباه جامد كده. يعني الناس العاديين حتى يعني هيلتفتوا الموضوع اللي هو المطار والدلتا، احنا فعلا الدلتا محتاجه مطار او لا مش محتاجه مطار، يعني هيكون فيها كلام، ده اللي كان في خيالي، بس ما توقعتش ان الموضوع يعني ايه ينتشر بشكل كبير. انا اسف يا شاذلي، تبدا خلال الفترة الجاية بقى تبدأ تتابع المسابقات العالمية اللي بتتعمل علشان خاطر تصميم مبنى مش عارف في كندا، مش عارف محكمة في أمريكا، مش عارف مبنى إيه في أوروبا، حاجات زي كده. يعني أنا متذكر كويس إنه إحنا عندنا مهندس ومعماري عظيم جدا اسمه الدكتور أحمد نيتو. طبعا. وأنا كان ليا شرف إن أنا قابلته الحقيقة زمان بعد ما صمم المحكمة الدستورية العليا، هو اللي صمم المحكمة الدستورية العليا، وكان واخد واحدة من أرفع الجوائز في كندا نتيجة برضو تصميمات عملها هناك. فحتى لما سألته قلت له يعني بتشترك ليه؟ قال لي بشترك عشان أحط بصمة مصر في كل مكان. مظبوط. والدكتور أحمد ميتو يعني ربنا يرحمه ريفرنس لينا كلنا، هو وأستاذنا حسن فتحي طبعا، فيعني اتمنى نوصل للليفل ده. اجري ورا حلمك يا شاذلي، ما تسيبوش. والله انا حضرتك يا حضرتك بتقول مسابقات، انا اول مسابقه اشتركت فيها مسابقه تميز، يعني اشتركت فيها وانا تقريبا في ثانيه عماره، هي كانت حاجه يعني ايه ريسك كبير طبعا، ويعني مش هنقول عليه جنون مني ان انا كنت لسه في سنه ثانيه ورايح اشترك في مسابقه عالميه زي دي، بس الحمد لله طلعت البرودكت وكان لذيذ وتعلمت منها وتعلمت من الناس حتى اللي فازوا في المسابقه، ويعني كانت تجربه لذيذه. طيب عظيم جدا، كمل في حلمك، ما تسيبش الحلم على الاطلاق، ويعني باذن الله، باذن الله سبحانه وتعالى هنشوفك في اعلى المناصب كواحد من اهم المصممين والمهندسين المعماريين. شد حيلك. ربنا يخليك حبيبي يا شاذلي، ربنا يخليك يا رب.